أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. بشكل متصاعد تتحدث تقارير إعلامية عن أزمة بين حلفاء الانقلاب في صنعاء، وبشكل أساسي تتداول هذه الأخبار وسائل إعلامية سعودية، وهو الأمر الذي وجد أساسه في حديث وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان عن أن صالح سيكون له موقف مختلف فيما لو كان خارج صنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نسلط الضوء على حقيقة الخلاف بين الحوثيين والرئيس المخلوع، وعن أهداف هذه التناولات العالمية، وهل لا يزال صالح قادرا فعلا على مواجهة حلفائه أم لا؟ إذن بحسب وسائل إعلامية سعودية فإن العلاقة بين شريكي الانقلاب تمر بأزمة حقيقية، وأن ما يبدو عفويا من النقد الذي يوجهه أنصار الرئيس المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا يأتي في إطار توجيهات صالح لاستهداف الجماعة وزعيمها بعد تقارير تحدثت عن خطة حوثية لاغتياله وإنهاء دوره. يرى مراقبون أن هناك ما يشير إلى صفقة سياسية تفصل توأمي الانقلاب، فيما يرى آخرون أن ذلك ليس سوى محاولة لإغراء صالح بفك ارتباطه بالحوثيين، لكنها لن تأتي بنتيجة حقيقية طالما فقد صالح معظم قوته وقدرته على مواجهة الحوثيين. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة نذهب لمتابعة هذا التقرير. شك على عبد الله صالح لو خرج من صنعاء لأي منطقة أخرى سوف يكون موقف مختلف تماما. كانت هذه إشارة البداية لتنطلق بعدها وسائل الإعلام السعودية في طريق الحديث عن العلاقة بين حليفي الانقلاب في صنعاء، مؤكدة مضي المخلوع في مساعي تحجيم حلفائه أو الانقلاب عليهم إذا اقتضى الأمر. بحسب وكالة الأنباء السعودية فإن المخلوع أعطى أوامره لأتباعه في فضح حلفائه الحوثيين والتهجم على زعيمهم، معيدة الأمر لأن هذا التحرك يأتي في أعقاب تقارير عن مساع حوثية لاغتيال صالح وإنهاء عهده وإخراج ما تبقى معه من حزبه من المشهد أو إلحاقهم بالجماعة ووراثة المؤتمر الشعبي العام. قد يكون في الأمر بعض الصحة، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية هجوما غير مسبوق من قبل أنصار الرئيس المخلوع على جماعة الحوثي وزعيمها، وهو ما قد يكون إشارة إلى تأزم فعلي في العلاقة بين الحليفين. لكن بعض المراقبين قللوا من أهمية ما يحدث بين الحليفين الحاكمين في صنعاء باعتبار أن الأمر برمته أصبح خارج سيطرة الرئيس المخلوع، على الرغم من استمراره في إرسال الإشارات إلى أنه لا يزال قادرا على تغيير المشهد لصالحه، واعتبروا ما تتحدث عنه الوسائل الإعلامية السعودية مجرد محاولة للإيقاع بين الحوثيين وصالح. إشارة وزير الدفاع السابقة تقول الكثير عن هدف التناولات الإعلامية السعودية لموضوع تأزم العلاقة بين شريكي الانقلاب، فهي ربما تهدف إلى إبعاد صالح عن حلفائه وإغرائه باتفاق سياسي يبقي عليه في المشهد، إلا أن ذلك يبقى مشروعا غير مربح كما يقول المراقبون، إذ أن صالح فقد الكثير من قوته وقدراته وبات تحت رحمة حلفائه الذين ينتظرون اللحظة المناسبة للخروج النهائي من عباءته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من الرياض مع الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان. مرحبا بك سيادة اللواء. يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليك اختي امل وعلى الساده المشاهدين. مساء النور سياده اللواء. نبدا معك من حديث وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي قال في مقابلته الاخيره ان صالح يقع تحت ضغط الحوثيين والا لكان له موقف مختلف، على ماذا يستند سيد محمد في مثل هذا الحديث؟ لو انه صالح والانقلابيين متفقين من بدايه الازمه، نعم، وخلينا نقول انه بدا الخلل يصير بعد الضربه المفاجئه وطردهم من جنوب اليمن، وضح هنالك انه في فعلا صراع ما بين صالح والانقلابيين، وهذا الموضوع له يعني مبررات او له يعني وقائع، الوقائع تاتي كالتالي: لو كان صالح مع الانقلابيين متفقين كان انا اقول لك انه حيكون هنالك صعوبه في إخراجهم من إخراج قوات الشرعية أو مقاومة قوات الشرعية، عفوا مقاومة الانقلابيين بكافة أرجاء اليمن، ولكن بما أنه هنالك في صراع خفي على ما بعد الأزمة، ووضح من البداية أنه صالح حريص أنه لا يأخذون الانقلابيين زمام المبادرة ويصبحون هم في المشهد ويصبحوا خلفهم،
ولكن عنده يعني مقدرات الدولة كسلاح وكرجال وحرس جمهوري وأسرار كثير من الدولة، بينما الانقلابيين لديهم الدعم الخارجي ولديهم كذلك يعني وحدة عسكرية لا يجب أن نتجاهلها. فأصبح هنالك سباق على من يقود الأزمة فعليا ضد القوات الشرعية والتحالف. نعم سيدة اللواء، عفوا على المقاطعة، ولكنك تتحدث عن صالح وكأنه ليس جزء من الانقلاب وهو حليف أساسي في هذا الانقلاب، ولولا مساندة صالح للحوثيين لما كانوا استطاعوا بعمل هذا الانقلاب والصمود كل هذه الفترة في الجبهات وعلى الأرض. لكن أنا معك أنه اثنين هم يعني متفقين، ولكن أنا أتحدث عن القراءة التي ذكرها سمو ولي العهد، وقال بصريح العبارة بأن صالح يعني انتهى تقريبا. لكن أنا إيش أتكلم؟ أنا أتكلم الأحداث هي اللي تأكد لنا أن هنالك خلاف كبير ما بين الاثنين. لو كان الاثنين متفقين لكان هنالك صعوبة أكبر في الوصول إلى ما مبتغى أو النتائج الرئيسية أو استراتيجية الحرب. لذلك أنا إيش أقول نعم. إنه صالح يملك مقدرات كثيرة والانقلابيين يملكون دعم خارجي، ولكن من يأخذ زمام المبادرة، من يقود في الأخير؟ لأنه هو في الأخير انقلاب، اثنينهم انقلبوا على الشرعية واثنينهم يريدون أن أو أي واحد منهم يريد أن يصل إلى السلطة. لذلك أنا إيش كنت بتكلم إنه هذه نقطة ضعف في الانقلابيين وصالح. قد إننا لم نحسن استخدامها، ولكني أنا أتوقع إنه يعني في الحصار الأخير لصعدة، ثواني بس بالله أكتمل، الحصار الأخير لصعدة إن هذا بدأ يوضح بأن صالح لا يدعم الحوثيين بالدعم الذي كانوا يرغبون فيه. هذه مؤشرات أخرى والتفوق في بعض المواقع الميدانية. نعم، أنت تحدثت أو أشرت إلى نقطة الخلاف بين تحالف الحوثيين وصالح على أنها لم تستغل من قبل التحالف. هل نستطيع القول الآن هذه التصريحات، بعض الإشارات في الإعلام السعودي سواء كان في خطاب محمد بن سلمان الأخير، أنها توجه لاستغلال هذه النقطة لإنهاء الأزمة اليمنية؟ هي ليست النقطة الوحيدة التي يعني جعلت قوات الشرعية تأخذ وقتا حتى إنهاء العمليات العسكرية. لا، تكلم سموه كثير عن، ونحن تحدثنا كذلك أثناء من بداية الأزمة، تحدثنا أن هنالك في محددات، ولكني أنا أتوقع أن هذا جزء كبير كان يجب قراءة القراءة. ليش؟ لأن احنا نتكلم على تسليح. صالح لا يملك سياسيا، الانقلابيين لا يملكون سياسيا، ما يملكون تقريبا جزء من العمليات، يعني العملية بأكملها يمكن 25% من العملية بأكملها سياسيا والباقي كله عسكريا. ولكن هنالك محددات أكبر من الخلاف ما بين صالح وحضرتك والسادة المشاهدين عارفين أنه المدنيين وهنالك البنية التحتية وكذلك الأخلاقيات الحرب وإلى آخره. والهدف الأهم سيدتي، الهدف الأهم من رؤيتي الشخصية، بأنه الرغبة في أن يقوم أبناء اليمن بأنفسهم، الجيش الوطني، المقاومة، بطرد الانقلابيين وعودة الشرعية برجال اليمن بأنفسهم. صحيح سيأخذ وقت، ولكن تذكري أنه خلال سنتين، أنا رجل عسكري وأعرف ما معنى بناء آلة عسكرية. خلال سنتين تم بناء جيش وطني كامل قادر على المقاومة، وأصبح يقوم بعمليات مبادرة، وأصبح يحرر مناطق عديدة. هنالك ضغوط سياسية، واضح الضغوط السياسية يعني من مختلف العالم، لذلك العملية العسكرية طالت. ولكن إجابة على سؤال حضرتك، لا، ليست هي الخلاف الوحيد بين صالح والحوثي مما أطال الأزمة. زي ما ذكرت لك هناك محددات واللي ذكرتها لحضرتك. نعم، إذن سيدة اللواء تفضل معي بالبقاء واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من القاهرة المحلل السياسي اليمني علي الذهب. مرحبا بك سيد محمد، أو عفوا سيد علي، لعلك استمعت لحديث سيد اللواء محمد القبيبان الذي تحدث عن محددات الآن الأزمة اليمنية وطبيعة ما يحدث في اليمن ومسار الأزمة، مسار الحل السياسي وأيضا العسكري.
الآن الحديث يدور حول وجود تقارير إعلامية سعودية تتحدث عن خلافات بين صالح والحوثيين، برأيك هل هنالك فعلا خلافات بهذا المستوى التي قد يدفع التحالف لاستغلالها لصالحه والخروج من هذه الأزمة بحل سياسي مع اتفاق مع صالح، وإلى أين يدور هذا، وإلى أين يشير، ماذا يشير هذا التصاعد في الحديث حول هذه النقطة؟ يعطي المشاهدين اهلا بك. لا يمكن انكار ان هنالك خلافات قائمه منذ نشاه التحالف بين الحوثيين وصالح منذ اكثر من عام، وهي يعني ملحوظه ومدركه من قبل المتابع للاحداث، ولعل تقرير اللجنه الكبرى التابعة لمجلس الأمن في نهاية 2016 أشارت إلى هذه الاختلافات، وقالت أن التحالف القائم بينهما هو تحالف نفسي وأنه مرشح للسقوط في أي لحظة، وهذه حقيقة، لكن يجتهد الطرفان على ألا يحدث أي انفصام بينهما في ظل الظروف الآخرة، لا سيما أنهما يخوضان مواجهة مصيرية، وأن ما قد يحدث بينهما من تحلل أو انفصال. نعم سيد علي، سيد علي أعتذر منك، سأضطر للعودة إلى اللواء وسنعود الاتصال بك لأن الصوت غير واضح، لا أعلم أين المشكلة، سنعود الاتصال بك لنتمكن من سماعك جيدا. نعود إليك اللواء محمد. إذا ما تحدثنا عن هذه التناولات الأخيرة في الإعلام السعودي للخلاف المتصاعد بين حليفي الإنقلاب، هل يدخل مثل هذا الحديث في إطار محاولة إغراء صالح بصفقة ما ولتخليه عن حلفائه، أم أنه بالفعل أصبح وجهة نظر رسمية لدى دوائر القرار السعودية؟ لا صالح أساسا ليس من ضمن الحل، وذكر سمو الأمير محمد بأنه يعني قبل فترة طويلة كذا وأثناء السنة الأولى من الصراع أنه اجتمع مع جهات تقريبا خلينا نقول يا أما أنه من تبع صالح أو من تبع الانقلابيين لوضع أو حل الأزمة سياسيا، وذكر سمو الكلام ذا، ولكني أنا شخصيا أعتقد أنه صالح هو سبب الفتنة، يعني صالح هو من أطال الصراع وهو من دعم الانقلابيين بالآلة العسكرية التي يملكها. صالح الآن يصنف كمجرم حرب، صالح يجب أن يذهب إلى المحاكم. مهما حاول صالح بأن يعود بخطاباته المستجدية وقوله هذه دولة شقيقة والشقيقة الكبرى أو أن هنالك نحن كيمنيين، وبهذه المظاهرات التي تخرج في صنعاء أو بهذه التجمعات التي تخرج في صنعاء هي المحاولة لتحسين صورته، ولكن رجل قد يكون ذكي في إدارة نوعا ما في إدارة الصراع في البداية، ولكنه أخفق إخفاق كبير عندما رأى أن هنالك عدد كبير من التحالف العربي متجهين إليه المجتمع الدولي، ولم يقرأ المشهد بصورة جيدة، وهو من قاد نفسه إلى هذا الوضع. لذلك أنا لا أتوقع أنه صالح يكون جزء من الحل، ولا أتوقع أنه الحكومة الشرعية في اليمن سوف تسامح صالح أو سوف تتصالح مع صالح إلا بكامل الشروط المطلوبة 2216، مخرجات الحوار الوطني، المذكرة الخليجية أو مذكرة التفاهم الخليجية بهذه الشروط كاملها. قد يكون هنالك تفاهم مع صالح، ولكن بعد أنا هذا رأيي الشخصي أن يتم محاسبته، لأنه هو من أطال الأزمة. يعني لحظة بالله أخت أمل، الآن هل تعتقدين أن الانقلابيين لديهم القدرات العسكرية التي تجعل من الصعوبة بمكان التحرك إلى تحرير صنعاء؟ لا، مو معقول، ليس بالمعقول. حتى قياديا الانقلابيين يعني قليلي خبرة في القتال، قد يكون لديهم خبرة في البلد نفسه، ولكن القتال الطويل والعمليات العسكرية دائما كانوا يخسرون مع صالح. لذلك أنا إيش أقول لو ما أنه بعد يعني صالح هو الذي دعمهم ويعني كان هنالك كثير من الدعم، وخسر خسائر كبيرة واستفاد من مقدرات الدولة وخلال 30 سنة التي بناها، وهذا هو ما سبب طول الأزمة، وهذا هو ما سبب الصراع. لذلك هو أساسا الآن يقع تحت طائلة
المحاكمة وتحت طائلة الإجرام. فأنا لا أتوقع أن يتم مسامحة هذا الرجل مهما كان، وإلا وحتى لو يتم من المجتمع الدولي أنا أتوقع أن الدماء التي ذهبت لهذه البلد وتضحيتها سوف لن يسامحوه. اتضحت الفكرة لواء محمد، ولكن هناك من يختلف في هذه النقطة وهي محور حديثنا اليوم. سأعود إليك للحديث أكثر حول الآراء التي تقول أن هنالك تواصل بين السعودية وصالح، ولكن دعني أن أعود إلى السيد علي وأتمنى أن يكون يسمعنا الآن بشكل جيد ونتمكن أيضا من سماعه. سيد علي هل أنت معي؟ أسمع. نعم، التقارير الإعلامية السعودية الآن التي تصاعدت في الفترة الأخيرة إلى ماذا تشير برأيك؟ هنالك من يقول أن هنالك تقارب بين السعودية وصالح للخروج بصفقة ما للتخلص من الحوثيين. أعتقد أن الإنكار غير دقيق، لأن الحوثيون أنفسهم هم من شرعوا بهذه العلاقة بطريقة مستثرة مع المملكة عن طريق المطالبات السرية التي عرفت باتفاقية ظهران الجنوب. نعم. وكانت تعزل صالح بوقفهم أنهم القوة التي تسيطر على المناطق الحدودية وتدير العمليات في تلك المنطقة. نعم سيد علي، لم نتمكن من سماعك جيدا، يبدو أن هنالك خلل في الاتصال، لذا سأضطر آسفة للاعتذار منك. إذا المحلل السياسي علي الذهب شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. إذا عودة إليك سيادة اللواء محمد، كما قلت لك هنالك من يذهب بالحديث عن وجود اتصال مباشر بين السعودية وصالح، ما صحة هذه الأقوال أو التنبؤات؟ ليش صالح يتواصل مع الحكومة المملكة العربية السعودية؟ هل الصراع سعودي يمني؟ هذا نقطة يجب أن يعني نضع دائما نضعها في الحسبان. نعم. صراع ما بين جماعة انقلابية وبدعم من صالح بقوات العسكرية انقلبت على الشرعية. فإذا كان صالح يريد أن يخرج على الأقل بعض المكاسب فليذهب إلى الحكومة الشرعية، وهنالك رئيس وهنالك نائب رئيس وحكومة ورئيس وزراء ليتفاهم معهم. وأنا أعتقد بأنه فخامة الرئيس هادي لديه وجهة نظر ولديه الرؤى التي يرى بأنه إذا كان هنالك تخاطب مع صالح فليتخاطب معه. هذا أولا. ثانيا يعني الصراع لم يكن يوما من الأيام المملكة العربية السعودية مع اليمن، لا، نحن نتحدث مع جماعة انقلابية طلبت دعم من فخامة الرئيس هادي لإعادة الشرعية وتم نجدت فخامة الرئيس حتى يومنا هذا. نعم. فيما يخص أن هنالك يعني مشاورات قد تكون خلف الأبواب وقد تكون يعني في مفاوضات سرية، أنا وأنت مجرد يعني نأخذ معلوماتنا إعلاميا، فإذا كانت سرية ما يجب أن نطلع عليها. نعم. وإذا كانت يعني ليست بذات سرية أنا أتوقع أن في شفافية من قبل القيادة في اليمن وكذلك قيادة قوات التحالف وإظهارها للرأي العام بأننا نحن والدولة اليمنية بكادة فخامة الرئيس دولة نسعى إلى السلام، لا نحبذ الحرب. نعم. ولا أتوقع بأن تكون هذه المحادثات هي يعني أو خلينا نقول يعني الرأي العام لمحاولة. نعم. إذن سيادة اللواء لمصلحة من يتم الحديث عن وجود هذه التفاهمات؟ هو شوفي أنا إلى الآن لا أعتقد بأن هنالك مفاهمات سرية، حتى إذا كان في مفاهمات سرية لابد من إشراك من الحكومة اليمنية فيها. هذا أولا. لصالح من أنا أعتقد أنه هذه يعني الحكومة اليمنية يجب أن تكون جزءا في هذه المفاوضات لأن المسألة يعني تخص اليمن، فهي الجميع. أنا أتوقع أنه هذه المفاهمات السرية أو خلينا نقول لك حديث خلف الأبواب هي في الأخير نتمنى يعني أنها تكون في صالح اليمنيين وما هو حاصل حاليا لليمن. حضرتك يعني تشوفين المأساة اللي في اليمن، مرض الكوليرا مرض مخيف. أنا تحدثت في بداية الأزمة وقلت إذا دخل اليمن في أزمة حرب ولم نستطع أن نجتذ جذورها من البداية سوف تسجل سابقة تاريخية بأن اليمن في مراحل الخطر العظيم، وهذا هو ما حصل. يعني هي ليست قراءة يعني، ولكن أنا أعرف الوضع اليمني
وملم فيها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم، إذا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء. والآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم أستاذ المشاهدين، حياكم الله. أهلا بك دكتور عبد الله. تقارير إعلامية متواترة عن خلاف كبير بين حالفي الانقلاب، سبقه تلميح من وزير الدفاع السعودي إلى أن صالح له موقف مختلف لو لم يكن في صنعاء. برأيك هل ثمت صفقة سياسية قادمة كما يتم الحديث الآن من قبل الشارع والإعلام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قضية في غاية التعقيد وقضية مركبة جدا، وينبغي على اللاعب الخليجي أن لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى. أولا علينا أن ندرك أن طبيعة التحالف بين صالح والحوثيين ليس تحالفا عقائديا وليس تحالفا سياسيا بالمعنى الموضوعي. هو أشبه بتحالف عصابات وجدت نفسها أمام مهددات مشتركة وبالتالي لجأت إلى هذا التحالف. هذا من جهة. من جهة أخرى، صالح ليس بعيدا من الناحية التاريخية، ليس بعيدا عن الكتلة الخليجية. أنا أظن أن دول الخليج وقعت استراتيجيا في جملة من الأخطاء منذ أن يعني بدأت الثورة في اليمن في عام 2011. وقعت دول الخليج في جملة من الأخطاء، حاولت في البداية أن تدعم صالح في التصدي أو في مواجهة هذه الثورة فأخطأ هذا المسعى، ثم لجأت مرة أخرى إلى إعادة إنتاج صالح ك يعني قوة سياسية يمكن أن تستوعب الثورة فأخطأت أيضا، ثم تم اللجوء بعد ذلك إلى ما نعرف جميعا تنحي صالح وتقديم هذه إلى آخره. نعم. هذه الأخطاء التي وقعت فيها الدول الخليج فيما يتعلق بالتعامل مع صالح هي التي أفضت، أو يعني لك أن تقول هي أحد الأسباب الرئيسة التي أفضت إلى ما أفضت إليه، إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه اليمن اليوم. أنا بالتأكيد هناك خلافات بين صالح والحوثيين، ولكن هل هذه الخلافات سوف تفضي إلى فك الارتباط بينهما؟ طيب إذا حدث هل نحن نتحدث عن صالح كشخص أم نتحدث عن صالح بما يرمز إليه من قوة عسكرية وقوة مالية وقوة سياسية؟ وإذا فك صالح ارتباطه مع الحوثيين فما هو مصيره؟ هل سيخرج من اللعبة السياسية خروجا كاملا أم سيعاد إنتاج صالح مرة أخرى كوجه سياسي في اليمن؟ يعني أتصور أن صالح قد انتهى وينبغي أن ينتهي وأن لا يوجد له مكان مرة أخرى في اليمن القادم. نعم. فإن أصرت، نعم أنا أدرك يعني البعد السياسي لتصريح سمو الأمير محمد بن سلمان عندما قال لو أن صالح في لم يكن في صنعاء لربما غير موقفه أو كان له موقف آخر. نعم بالتأكيد هناك خلافات، لأن كما قلت هذا التحالف ليس تحالفا موضوعيا، ليس تحالفا يقوم على أسس يعني عقائدية أو سياسية أو حتى مصالح مشتركة، مصالح مشتركة بالمعنى الاستراتيجي الفني المعروف، ولكنه مجموعة من اللصوص، تحالف مجموعة من اللصوص وجدوا أنفسهم أمام مهددات ومخاطر مشتركة فلجأوا إلى هذا التحالف. فقطعا هناك يعني خلافات وخلافات حادة، ولكن ما ينبغي أن يعطى صالح فرصة مرة أخرى ليعيد إنتاج نفسه كقوة سياسية في اليمن، وإلا فإن هذا سوف يكون كارثة على اليمن في مرحلة ما بعد التحرير. نعم دكتور، إذا كنت كما تحدثت أن إعطائه فرصة ستكون كارثة وأنه انتهى ولم يعد بتلك القوة التي يمكن الاستفادة منها للتخلص من الحوثيين، ما الذي يمكن لنا أن نفهمه من التصريحات محمد بن سلمان التي أشرت إليها وهذه تناولت الإعلامية السعودية مؤخرا؟ أولا أظن أن التناولات السعودية هي يعني رجم بالغيب، هي تعليقات من هنا وهناك لا تعني الكثير، ولكن فيما يتعلق بتصريح سمو الأمير نفسه إن كان هذا المسعى هو خطوة تكتيكية لإضعاف جبهة الحوثيين صالح فنعم، ولكن إن كان الهدف منها هو إخراج صالح من هذا التحالف وبالتالي إعادة إنتاج صالح، ليس بالرجل الهين. يعني هنا جملة من علامات الاستفهام، ما هو مصير صالح لو فك ارتباطه بالحوثيين؟ إن كان هذه خطوة تكتيكية من أجل تفكيك الجبهة الداخلية لهذه العصابة فنعم، بشرط أن يخرج صالح كشخص، وبالتالي هذا الخروج يضعف يعني الجبهة الحوثية من الداخل وينخر فيها، مما يسهل على التحالف يعني استئصال هذه الجبهة. أما إذا كان خروج صالح سيكون بمقتضى صفقات
وتوافقات وسيعطى صالح أمنيات معينة، فأنا أظن هذا سيكون خطأ استراتيجي نعم. ترتكبه وضحت دول الفكرة. الخليج للمرة الثالثة أو المرة الرابعة. نعم وضحت الفكرة بهذه النقطة. لم يعد لدي مزيد من الوقت، في أقل من دقيقة إذا تكرمت دكتور عبد الله. هناك حديث عن أن هناك توجها إماراتيا يسعى للحفاظ على صالح وعلى حساب الحوثيين وربما حتى هادي، ما تعليقك بهذا الحديث؟ بقطع النظر عن من الذي يسعى الى المحافظه على 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 صالح واعاده انتاجه، انا اقول يعني محاوله اعاده تصدير صالح مره اخرى واعاده انتاجه كوجه سياسي مقبل في اليمن، هذا سيكون خطرا استراتيجيا سواء اعتبنته المملكه او تبنته الامارات او تبنته اي جهه اخرى. صالح ليس هو البديل عن هادي، انا ادرك ان هناك خلافات بين الامارات وبين الرئيس هادي، مع انني لي تحفظ على هذا الخلاف، الرئيس هادي مهما قيل هو يمثل الشرعية، هو الرئيس الشرعي، له صلاحيات معينة، من حقه أن يمارس. دكتور عبد الله أنت يعني كخبير ومتابع، هل هذا التوجه الإماراتي فعلا موجود على الأرض؟ أنا أحسب يعني أكاد أقطع أن هناك يعني الرئيس هادي ويعني فريقه السياسي ليس مرحبا به في أبو ظبي، هذه مسألة لم تعد سرا، يعني هذه مسألة صارت معروفة، ولكن ليس البديل هو علي عبد الله صالح، قطعا ليس البديل هو علي عبد الله صالح، لان هذا سيعقد المساله اكثر وسيدخل اليمن في ازمه اكثر تعقيدا واكثر يعني تركيبا، وستكون المآسي اكثر بكثير مما هي عليه الان. شكرا. لا تحل الخلاف بين هادي والامارات على هذا النحو قطعا. نعم، اذا الدكتور عبد الله الغيلاني جزيل الشكر لك، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من الرياض الخبير العسكري اللواء محمد القبيبان، وكان معي من القاهرة المحلل السياسي علي الذهب، وكان معي أخيرا من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم في حلقة أخرى.